فربنا يديك بالنيه الاجر دون العمل يكفي بس ان قلبك حضر وقال كان نفسي وما قدرتش قال صلى الله عليه وسلم من اتى الى فراشه وهو يريد ان يقوم ان يصلي فغلبته عينه راحت عليه نومه كان له اجر ما نوى وكان نومه صدقه عليه من ربه انت خدت ثواب قيام الليل وانت اصلا ما صليتش بس بالنيه الجميله